ما أن اندلعت الحرب في أوكرانيا حتى بدأ تدفق المقاتلين الأجانب إليها للقتال ضد القوات الروسية، في مشهد يستدعي تجارب سابقة لمشاركة المقاتلين الأجانب في حروب العقود الماضية. فبعد أيام قليلة من انطلاق العملية العسكرية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إنشاء ما أسماه الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا، داعياً المقاتلين الأجانب للمشاركة في الدفاع عن بلده. تقول كييف إن نحو 20,000 مقاتل من أكثر من 50 دولة، غالبيتهم من دول غربية، قادمون للمشاركة في القتال إلى جانبها، بينهم محاربون سابقون في جيوش دولهم ومتطوعون أيضاً لم يحملوا السلاح من قبل، إذ شرعت القوات الأوكرانية في فتح قواعدها العسكرية وتجهيز القادمين للذهاب للخطوط الأمامية للمعركة. موسكو تنبهت سريعاً لحركة قدوم من وصفتهم بالمرتزقة الأجانب، معتبرة إياهم هدفاً شرعياً. لم يمض وقت طويل على تهديدات موسكو حتى طالت صواريخها البالستية قاعدة يافوريف العسكرية غربي أوكرانيا، والتي كانت تأوي مقاتلين أجانب قرب الحدود مع بولندا، موقعة العشرات بين قتيل وجريح. في أعقاب ضربة يافوريف، أحاطت السلطات الأوكرانية المقاتلين الأجانب بإجراءات أمنية مشددة، وزادت من التكتم حول تدريباتهم ومناطق تواجدهم. سمح لفريق الغد بالوصول لواحدة من قواعد التدريب بغربي أوكرانيا، لم يفصح لنا عن اسمها ولا مكانها لأسباب أمنية. انطلقنا من مدينة لفيف نحو القاعدة عبر طريق امتد لعشرات الكيلومترات وسط إجراءات مشددة وتعتيم كبير. نحن الآن في طريقنا للقاء عدد من المقاتلين والمتطوعين الأجانب الذين يتحضرون للذهاب للقتال عند الخطوط الأمامية. في محيط قاعدة التدريب المحاطة بالتحصينات، التقينا باثنين من المقاتلين الغربيين. يقول ماثيو، وهو مقاتل بريطاني عمل مع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، إنه قدم للمشاركة في الحرب هنا لنقل خبراته العسكرية وتدريب المتطوعين. دافعي كان أني خدمت لمدة 4 أعوام بالشرق الأوسط مع الجيش الأمريكي، وهدفي هو نقل الخبرات التي تعلمتها من مناطق النزاعات هناك وأشاركها مع العناصر المشابهة لنا هنا، وهذا سيرفع من خبراتهم ويساعدهم في التدريب. تظهر هذه الصور الخاصة التي حصل عليها فريق الغد من داخل إحدى القواعد العسكرية جانبا من تدريب المقاتلين والمتطوعين الأجانب وتحضيرهم للذهاب لخطوط القتال. بعض من قدموا إلى هنا ليس لديهم أي خبرة عسكرية على الإطلاق. يقول ماثيو إن غياب هذا الجانب لا يمثل عائقا أمام مشاركة المتطوعين في العمليات. الناس قد لا يحتاجون لخبرة عسكرية، فيمكن أن يكونوا رجال أطفاء أو من الأطقم الطبية أو رجال شرطة، فما نحتاجه هو خبرة الحياة العامة، وبالطبع من لا يوجد لديه هذا النوع من الخبرة يكون من الأفضل له دعم المساعدات الإنسانية. فلورنت الذي قدم لأوكرانيا من فرنسا لا يحمل أي تجربة عسكرية سابقة، إذ كان يعمل موظفا في القطاع الخاص. يقول إنه جاء لتقديم ما بوسعه لعمليات التحضير للقتال. في الواقع أنا وجدت مكانا يمكنني من المساهمة بشيء رغم أني لست عنصرا مقاتلا. نحن لدينا فريق متكامل ونعمل على تأمين المتطوعين هنا ونضمن تزويدهم بالخبرة العسكرية قبل إرسالهم للمعارك. في حديث مع فريق الغد من الخطوط الأمامية للقتال في كييف، يقول قائد الفيلق الجورجي ماموكا مامولاشفيلي، والذي أسس عام 2014 إبان حرب دونباس والمنضوي ضمن تشكيلات الفيلق الدولي، إن على الحكومة الأوكرانية توفير الحماية للمقاتلين الأجانب في قواعدها. نحن بدأنا تجنيد الأجانب منذ 8 أعوام، ولكنهم بدأوا هذا مؤخرا، وأنا عرضت عليهم الدعم واقترحت المساهمة بخبرتي، ولكنهم يقومون بعملهم بأنفسهم، وللأسف نحن لدينا الكثير من الخسائر البشرية، والحكومة عليها حل هذه المشكلة بتجميع القوات في قاعدة واحدة. ويواجه المقاتلون الأجانب عوائق عدة، أبرزها نقص الأسلحة والمعدات والتدريبات.
يقول مامولاشفيلي إن الإمدادات لا تصل إليهم سريعاً. لدينا بعض المشكلات في الإمدادات، فهي للأسف لا تصل في الوقت المناسب للرجال، لأننا نعتمد على وزارة الدفاع وهي لا تكفي الجميع، ولكننا نقوم بكل ما في وسعنا لحل المشكلات اللوجستية بأسرع ما يمكن. وبينما يشق المقاتلان الطريق للعودة للقاعدة العسكرية، تسير الحرب بوتيرة أسرع نحو مربعات ومديات تظل حتى الآن محاطةً بالغموض وسحب السواد التي تغطي جبهات القتال. بهاء ملحم، قناة الغد، غربي أوكرانيا.